كشف خالد ديبو مدير الكرة في الأهلي عن توقيع محمد مدي أفشة صانع ألعاب الفريق على عقود تجديده دون شروط. وقال بيبو في تصريحات نشرها موقع الأهلي أن أفشة وقع على بياض وترك التقدير المالي للنادي. وأضاف أيضا: الأهلي بالتأكيد يقدر كل أبنائه الذين يساهمون في رفعة شأنه في كافة المحافل. وأعلن الأهلي تجديد تعاقد أفشة لمدة 3 مواسم مقبلة بخلاف الموسم المتبقي في تعاقده السابق مع النادي. وبذلك سيستمر أفشة مع الأهلي حتى نهاية موسم 2026-2027. وانضم أفشة البالغ من العمر 27 عاما لصفوف الأهلي في عام 2019 قادما من بيراميدز. ومع الأهلي فاز أفشة بالدوري المصري مرتين وكأس مصر مرتين والسوبر المصري 3 مرات ودوري أبطال أفريقيا 3 مرات والسوبر الأفريقي مرتين. كما شارك مع الأهلي في كأس العالم للأندية 3 مرات وحصل على البرونزية مرتين. ولعب أفشة مع الأهلي 187 مباراة سجل خلالها 34 هدفا وصنع 39 هدف.